رحب فيكم بحلقة جديدة من أوتو فوكس. اليوم معنا بزرجي موتورز، وهنتعرف سوا على الـ All New Bike X35. معي أمل مارون فتال. هاي أمل. هاي كريستينا، كيفك؟ سلام. اليوم رجعنا للبايك ورح نتعرف على الـ All New X35. مزبوط، هالكومباكت SUV المعروف من مصنع بايك العالمي الموجود بالعالم من سنة 1958، يلي عامل أفضل تعاون مع شركة مرسيدس بنز لتصنيع قطع مرسيدس بالصين، وكمان حاصل على عدة جوائز عالمية يلي أهمها التشاينا هارت للمحرك الأفضل سنة 21. وما ننسى كمان الجوائز للسيفتي والسلامة العامة. كمان عم نشوف هالكومباكت SUV العالي عن الأرض المميز بهاللوك الملفت، لحظة لونه قد ايه ملفت كمان. كمان عشو اوريجينال بشكلهم، مختلفين عن غيرهم، واكيد الجريل العريض اللي من قدام عطيها طابع شوي اجريسيف. صح، والكومبينيشن ما بين الجريل الاسود والسيلفر المات يلي هو الترند هلا مع الاحمر كثير حلوين كمان. الاشارات بالمرايات وعلوها عن الارض لتناسب جميع الطرقات اللبنانيه بالتنين. اكيد. ونحن هلا حاليا فايتين على موسم فوتة الجامعات والشباب الجداد يلي عم بيسوقوا، اكيد بننصحهم ببايك لانه من خلال مواصفاتها الخارجيه والداخليه وكل الزوايا يلي فيها مناسبه لهم، وكمان اتس فاميلي كار بنفس الوقت، وفير البنزين عم تعطيني 240 ل 250 بالتانكه، يعني مناسبه للبنان للطرقات، مناسبه للعجقه بكل مواصفاتها. نعم، لكن صار وقت ننتقل لداخل البايك لنتعرف على ابرز تفاصيله. مثل ما شايفين انتقلنا لداخل الـ X35، أمل شو فيك تخبرينا عن تفاصيله؟ مثل ما اشتغلوا على اللوك من برا ودخلوا فيه السيلفر المات، كمان من الداخل كومبينيشن بين الجلد والسيلفر المات، الكونسول العريضة أكيد والشاشة اللي بتتوسط الكونسول يلي فيها كل الانفوتيمنت. ما ننسى الميرورينج بين التليفون والشاشة، يعني بتسهل للي عم يسوق. صح، اتس انتليجنت كونسول، يعني فينا نتحكم كمان بالاي سي من خلال الكبسات او من خلال الشاشه. وهون كمان في عندنا الالكترونيك باركينج بريك وعندنا السبورتس مود، فينا انه نكون عم نسوقها بطريقه رياضيه. شفنا قد ايه واسعه، يعني من برا بتفكريها كومباكت، من جوا بتقعدي فيها قد ايه مريحه القعده. قعداتها مدروسين بطريقه انه تريح لنا ظهرنا والقعده، المالتي فانكشن ستيرنج ويل اكيد، و يعني مثل ما عم بتشوفي البلوتوث، الراديو، الميوزك، سيتنجز، حتى كمان هون في عندنا اليو اس بي بلاجز وفيها اير باجز كمان. طبيعي اثنين اير باجز شايفين. هلا عم نشوف الفيديو في فون ميرينج مثل ما حكينا، وما ننسى البانوراميك سان روف اكيد يلي كمان بخلي الضوء يفوت اكثر على داخل السياره. بتحسي حالك مرتاحه، ومثل ما قلت بالفعل اتس فاميلي كار. اتس فاميلي كار صح، يعني مريحه وكل الفانكشنز اللي بنحتاج لها موجوده بداخل X35 اكيد. نعم، لكن صار وقت ننتقل لبرفورمانس، نحكي عن انجن وسيفتي. من بعد ما شفنا اكستيريور الـ X35 وتعرفنا على ابرز تفاصيلها من الداخل، صار وقت نحكي عن بيرفورمانس، انجن وسيفتي. شو فيك تخبرينا عنها؟ سينوفا اكس بايك، سينوفا X35 بمحرك 1.5 لتر عم تعطيني 116 هورس باور و 148 نيوتن متر فور سيلندر كار. كمان ما ننسى انه هي سياره عاليه عن الارض، يعني مناسبه لجميع الطرقات. مزبوط، واهم صفه فيها انه وفيره بنزين، عم تعطيني من 240 ل 250 بالتانكه، فيها كل مواصفات السلامه ABS EBD ESP بكل المواصفات اللي شفناها من الداخل ومن الخارج. حاليا نحن بسبيشال اوفر عليها، بنصح الجميع يجوا يزوروا صاليات العرض، يستفيدوا من هالفتره الزمنيه المحدوده ولكميه محدوده من سعرها يلي هو 17900 دولار قبل التفقة. نعم، زوروا صاله العرض الموجوده بمنطقه نهر الموت طريق المتن السريع وعند وكيلنا ببعقلين الشوف، لحتى تعملوا تيست درايف، لحتى تعرفوا عن بايك سينوفا X35 اكثر، جربوه على الطريق لتشوفوا ادائها اكثر كمان. واكيد حضرتكم موجودين على السوشيال ميديا، نذكركم فيسبوك انستغرام، بتقدروا تتواصلوا. نعم، معنا شايفين بالفيديو وين عم نسوقها، عم نشوف الطرقات المختلفه. صحيح مزبوط، هي اذا بدي كومباكت SUV صالحه لطرقات بيروت للعجقه، ولكمان انه نكون عم نعيش الادفنتشر جبل وطرقات وعره وغيرها. يعني بالفعل كار فاميلي بتناسب جميع الاذواق، وشكليا حلوه وكل المواصفات موجوده. صحيح، بدي اتشكرك كثير على كل هالمعلومات.
نفسي كريستينا. وخلينا نذكر بالسعر قبل ما نختم. اوكي، هو 17900 قبل اتفاق، لكن عم شجعهم يجوا يستفيدوا من هال زوروا ساعة العرض. واحلى اذا بدكم طريقه لحتى تكونوا عم تحصلوا على بايك سينوفا اكسر. نعم، بدي اتشكر كثير على وجودك معنا اليوم. ما تنسوا تتابعونا بحلقه مقبله من اوتو فوكس دائما على ام تي في.